خدمة فواتير كت يعني كت كتهم ثلاثة ديال سميتو يعني الأفراد. أولا الزبون اللي كنقدموا له يعني واحد الخدمة أداء الفاتورات اللي عنده، الماء والكهرباء والاتصال ولا ضريبة على السيارات ولا الضرائب ديال الضريبة العامة، اللي يقدر يعني يخلصهم في شبكة قريبة عنده جدا، لأنها إن شاء الله هاد نقطة البيع فواتير غادي يكونوا كتار. احنا ديجا في 1000 نقطة بيع، وغادي إن شاء الله نوصلوا 40,000 إن شاء الله في المدى المتوسط. يعني الطرف الثاني هو نقطة البيع هي اللي حتى هي غادي تستفد من هذه الخدمة، لأن غادي تزاد عندها واحد المدخول من هاد أداء الفاتورات. والطرف الثالث هو الشركات الكبرى اللي كي بهذه الطريقه هذا كيتخلصوا في يعني في الفاتورات ديالهم بطريقه سهله ويعني بطمأنينه، وكيوصل لهم يعني الاموال ديالهم لغد ليه ان شاء الله من طرف البنك. تجاري وفارماك لونس اون بارتناريا افيك ماروك تيلي كوميرس. خدمة فواتير هي خدمة جديدة اللي كتقدمها تجاري وفا بنك بشراكة مع شركة ماروك تيلي كوميرس والمركز المغربي للنقديات، وهي موجهة للجهات عديدة. أولا الزبون المغربي، بحيث أن هذه الخدمة غتكون متوفرة في واحد لو ريزو لارج ديال لي بوان دو فونت، لي كوميرسون، الحوانات، المكتبات ومحلات أخرى، بحيث أن الزبون يمكن له يدفع المصاريف ديال الفواتير ديالو ديال ماو الضو ديال المعاملات. والهدف ان هذه الخدمه تكون متاحه في جميع المدن المغربيه. كاين واحد الهدف ديال 40,000 بوان دو فونت اللي غادي يوفر هذه الخدمه، وهي خدمه كذلك موجهه لاصحاب المحلات والمقاولين الذاتيين، بحيث كتوفر لهم واحد سورس دو ريفوني سوبليمونتير باش يمكن لهم يحسنوا يعني لا برودكتيفيتي ديالهم. كيوفر هذه الخدمه مقابل اون رينيميراسيون اللي كتعطى لهم، وكذلك ملي كيجيو عندهم الزبائن هي فرصه ان هذا الزبون اللي غادي يدفع الفاتوره ديال الماء ولا الضو يمكن له يشري يعني بضاعه اللي كاينه في هذا. دوك يمكن تكون اون اكتيفيتي كي سورس دو برودكتيفيتي بور دي جون اللي بغاو يديفلوبيو هذه الاكتيفيتي. دونك و يعني الهدف الثالث هو هي خدمه موجهه للشركات والادارات لاستخلاص المستحقات ديالهم فواتير ولا ضرائب. هذا الغيزو كيقدم لهم هذه الخدمه بشكل احسن. من الاحسن ان الزبون ما يجيش يعني للوكاله ولا الاداره، عنده واحد الخدمه اللي قريبه عنده في 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 الشارع ولا في المدينه ديالو. من الاحسن يعني خدمه اللي كتسهل لو كليون الدفع، وبالتالي كتمكن الشركه انها تستخلص المستحقات بطريقه سهله وامنه. دونك سي تري سامبل، جو ريزيرف لو برودوي او جو كوموند لو سيرفيس. Et j'obtiens une référence et je vais aller au point pour le plus proche.